السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من كورس Virtualize from Scratch. الموضوع اللي فات كان موضوع Networking. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على ال Storage، ال Basics و ال Configuration. وطبعا يعني ال Videos كلها، الموضوعات كلها مبنية على بعض، فالأحسن لو حابب تتعلم يعني الـ vSphere virtualization كله على بعضه، يبقى تشوف الفيديوز من الأول بالترتيب. موضوع النهاردة شيق وموضوع طويل بس بسيط، يعني سهل إن شاء الله، مفيش مشكلة. احنا في موضوع رقم 10. طيب نبتدي بالـ storage types. في عندنا نوعين أساسيين من الـ storages السيرفر بيتعامل معاهم. السيرفر عموما، انا مش بتكلم بقى على ESXi او يعني ESXi تحديدا، اي سيرفر. اوكي، سيرفر ممكن يكون في عنده لوكال ستورج. اللوكال ستورج اللي هي الهارد ديسكات اللوكال اللي موجوده في داخل السيرفر نفسه. قد تكون الديسكات ساتا ديسكس او ساس او اس اس دي، كل دول سبورتد. احنا طبعا هنا بنتكلم على الستورج عموما بالنسبه للاي 6 اي. خلاص، الستورج اللي نقدر احنا نخزن عليها الفيرتشوال ماشينز. تمام، ده بالنسبه لللوكال ستورج او الريموت ستورج. الريموت ستورج هي ستورج خارج السيرفر. اوكي، بتكون موجوده على سان مثلا، على سان ستورج او ناز ستورج. اوكي، وبنقدر نتعامل مع الاستورج دي بواحد من البروتوكولات التاليه، زي مثلا بروتوكول الاف سي او الفايبر شانل، او الفايبر شانل اوفر ايثرنت لو الاف سي او اي. الاف سي او اي هو الاف سي او اي ما هو الا اف سي فايبر شانل، لكن بيمرر بيتم تمرير الترافيك، ترافيك الاستورج عن طريق الايثرنت، مش بالضروره انه عن طريق كابلات الفايبر يعني. اوكي، او الايس كازي. الايس كازي ستورج، الايس كازي ستورج هي ايس كازي بتكون اوفر ايثرنت، يعني ترافيك الاستورج بيمشي في كابلات النتورك عادي. اوكي، طيب اللوكال ستورج في منها تصنيفين. لوكال ستورج، اوكي، لوكال ستورج في منها انترنال ستورج زي ما احنا شايفين في السيرفر ده هنا كده، في هارد ديسكات، فدي انترنال ديسكس. اوكي، او ان اللوكال ستورج تكون اكسترنال. يعني هي ازاي لوكال واكسترنال؟ لا، هي في النهايه لوكال، لان اللي بيعمل مانجمنت على الديسكس هو السيرفر نفسه. اوكي، فالاكسترنال ستورج زي الجي بود. الجي بود هو اختصار لجاست بانش اوف ديسكس. اوكي، الجي بود هو عباره عن شيلف او ديسك انكلوجر زي ما احنا شايفين كده، شبيه شويه بشكل السيرفر او شكل السان ستورج، اللي طبعا عارف شكل السان ستورج. اوكي، فالجي بود هو اكستنشن لللوكال ديسكس، بتكون بره، بتكون في ديفايس زي ده كده، بتركب في الراك عادي خالص، بيركب فيها الديسكات طبقا للكباسيتي بتاعتها، وبتتوصل بالسيرفر نفسه دايركتلي عن طريق كابلات زي كابلات الساس، ساس كيبلز. اوكي، الساس كيبلز دي بتركب في اللوكال ستورج كنترولر في السيرفر. الجي بود في منه يعني حجم صغير زي ده كده، ده فيه 24 او 25 ديسك، انا ما عدتهمش، وفي حاجات مهوله ما شاء الله زي الحجم ده كده. ده يعني ده جي بود بارتفاع 4 يو، وبعمق السيرفر نفسه، يعني نفس عمق السيرفر. اوكي، بياخد ديسكس زي ما احنا شايفين كده بعدد كبير، وفي النهايه بتتوصل بالسيرفر. ده اكسبانشن، يعني اكسبانشن للسيرفر. السيرفر ممكن يكون، يعني انا بالنسبه للي شفته انا في موديلات السيرفرات زي الراك سيرفرز كده، هو لوكالي اكبر عدد انا شفته ممكن يركب في سيرفر كان 26 هارد ديسك. كان سيرفر ان اي سي بياخد 26 هارد ديسك، 24 بيتركبوا من قدام زي لسان كده، واثنين بيركبوا من الخلف. طيب لو حبيت ازود الديسكات في السيرفر عن ال 26 اعمل ايه؟ هروح اشتري جي بود واوصله بالسيرفر. تمام،
طيب الريموت ستورج، الريموت ستورج هي بتكون الستورج الموجوده في سان ستورج او ناز ستورج، هنعتبر اوكي هنعتبر الديفايس اللي تحت ده كده ديسك اري او سان او ناز، ده السيرفر بتاعنا. اوكي هيوصل يعني باكتر من طريقه، منهم ان لو انا هكونكت يعني البروتوكول هنا هو فايبر شانل بروتوكول، فالسيرفر بتاعي باستخدام كارت اتش بي اي، اتش بي اي اختصار هوست باس ادابتر، اوكي اتش بي اي كارد لو زي ده كده اللي على اليمين بيك اب فيه كابلات فايبر، اوكي هيوصل بالسان ستورج، بيوصل بالسان ستورج دايركتلي يعني باك تو باك من السيرفر نفسه بكيبل للسان، او لو ان احنا عندنا عدد كبير من السيرفرات بياكسس السان، لان طبعا هي السان فيها عدد من البورتات، البورتات دي لو خلصت خلاص بنحتاج ان احنا نحط في الوسط ما بين السان وما بين السيرفرات بنحط سويتش، بس هو ستورج سويتش او سان سويتش. اوكي اوكي فدي طريقه عن طريق ال HBE كارد بالنسبه للفايبر كونكتيفيتي الفايبر شانل ستورج، او لو ان انا هاخد ايس كازي ستورج فبتكون اوفر الايثرنت، وده اللي احنا هنشوفه في اللاب النهارده. احنا هنعمل كونفيجريشن عندنا في اللاب لايس كازي ستورج، لان طبعا يعني مش ما بيكونش متوفر في اللاب عند الواحد فايبر شانل ستورج، يعني وانا اتمنى والله ان انا يكون عندي فايبر شانل ستورج في اللاب، في اللاب بتاعي نعمل هي الستورج نفسها نعمل عليها تريننج يعني ان شاء الله اعمل ذلك. اوكي نكمل خلاص. او الايس كازي، الايس كازي ستورج بيكون عن طريق الايثرنت عن طريق كابل يو تي بي عادي خالص، او ايثرنت اوفر فايبر شانل لو انا عندي مثلا ايثرنت سرعتها مثلا 10 جيجا، فبتبقى في اغلب الامبلمنتيشنز للايثرنت ال 10 جيجا بتكون على كابلات فايبر. تمام علشان ناخد في الاخر الايس كازي ترافيك، الايس كازي بيمشي اوفر الايثرنت، بالنسبه للبيور فايبر شانل فبيمشي على كروت عفوا على كيبلز الفايبر شانل. اوكي طيب بالنسبه للهاردوير، احنا الهاردوير قلنا ده الفايبر شانل اتش بي اي كارت بيكون مشابه لكده، بيكون راكب فيه حاجه اسمها اس اف بي اللي هي الموديولز اللي بيركب فيها جاك الكيبل. تمام في نوع اخر من الكروت للايس كازي، هو يعني في الاخر شكل الكارت يعتبر مشابه بس ده بيعمل حاجه ثانيه خالص. الكارت ده بيشتغل فايبر شانل اوفر ايثرنت او ايس كازي. طب هو يعني ايه فايبر شانل اوفر ايثرنت مع الايس كازي؟ بيكون الكارت ده بيمشي فيه ترافيك الستورج وكمان ترافيك الايثرنت النتورك العادي خالص. يعني انا على سبيل المثال في الاكزامبل اللي هنا ده في السيرفر بتاعنا ده هنا كده، في عندي كارت اتش بي اي للفايبر وكارت للايثرنت عادي للايثرنت كونكتيفيتي، لكن انا ممكن ادمج الاثنين دول مع بعض، ادمج فانكشن الفايبر اتش بي اي والايثرنت كارت النتورك العادي خالص ادمجهم مع بعض في كارت واحد زي الكارت ده كده. بيبقى اسمه سي ان اي لو انا مش غلطان. الكارت ده بيشتغل ببروتوكول فايبر شانل اوفر ايثرنت، فالكارت ده بيشتغل اكتر من حاجه، بيكون وكأن الكارت لوجيكالي مقسوم الى جزئين، جزء ايثرنت فبقى انا كده وصلت على كيبل واحد، يعني كيبل واحد خارج من الكارت بيكون عليه ترافيك الايثرنت والترافيك الستورج، الستورج بقى سواء هي فايبر او سواء هي ايس كازي. اوكي فهنا بقى عندنا ده كده بقى كده ايس كازي ايس كازي هاردوير، يعني احنا هنعرف يعني ايه الفرق بين الايس كازي السوفت وير ايس كازي والهاردوير الايس كازي لما نبتدي نعمل الكونفيجريشن. اوكي في يعني طبعا بالنسبه للاف سي او اي هو مكلف اكتر بكتير من ان انا يبقى عندي الترافيك سيبريتد خلاص في الانفايرمنتس الكبيره، الانفايرمنتس الكبيره قوي يعني على الحاجات اللي انا شخصيا شفتها بيستخدم فيه الاف سي او اي، بدل ما يبقى السيرفر خارج منه اربع كابلات مثلا، يعني لا السيرفر هيبقى خارج منه كابلين بس، والكابلين دول بيشتغلوا ستورج وفايبر، طبعا هم الكابلين دول بيبقوا ريداندنت لبعض يعني بس بيشتغلوا الاثنين، بيشتغل ايثرنت على نفس الكيبل وبيشتغل فايبر. اوكي طيب في ايه كمان من الاستورج بس
حبيت اذكرها لوحدها، الفيرتشوال ستورج. تفتكروا في اول فيديو خالص في الانترودكشن احنا قلنا احنا تقريبا دلوقتي في عصر تقريبا عملنا فيه فيرتشواليزيشن لكل حاجه، ومن ضمنهم الاستورج. بقى في فيرتشوال ستورج دلوقتي. اوكي، ازاي فيرتشوال ستورج؟ حاجه زي مثلا الفي سان من في ام وير. هو الفي سان هو كونسبت مع يعني معروف، وفي اكتر من شركه بتنتج الفي سان، لكن لو بنتكلم مثلا على الفي ام وير ففي في ام وير في سان. ايه هو الفي ام وير في سان؟ ان انا بدل ما يبقى عندي هنا اكسترنال سان والسيرفرات بيتربطوا بيها، لا انا بعمل شيرنج لللوكال ستورجز اللي في الاي 6 اي هوستس اللي عندي، بعمل لهم شيرنج وكاني بدمجهم مع بعض. كل هارد ديسكات اللوكال هارد ديسكس للسيرفرات بدمجهم مع بعض، بعمل حاجه اسمها او شيرد داتا ستور. فاعمل داتا ستورز، بس الداتا ستور مش ما هواش سنترلايزد هنا في لسان، لا هو موزع على الاي 6 اي هوستس. دي حاجه اسمها هايبر كونفرجد تكنولوجي. اوكي، بالنسبه للفي سان تحديدا انا كنت عامل تريننج كورس كامل على الفي سان 6.5. اوكي، كورس اسمه في سان ديب دايف، لو تحب يعني تطلع على الفي سان وتعرف بتشتغل ازاي فتنورني يعني بانك تطلع على الكورس، موجود في الـ في الـ في الـ في الشانل. اوكي، الهايبر كونفرجد سيرفرز، الهايبر كونفرجد سيرفرز الى حد كبير هي بتعتبر حاجه جديده في عالم السيرفرات. يعني هو بيبقى بوكس، حضرتك بتشتري بوكس زي مثلا البوكس ده كده من اي ام سي او ديل اي ام سي، اسمه في اكس ريل، اسمه كده البرودكت اسمه في اكس ريل. ده هايبر كونفرجد، ده هايبر كونفرجد سيستم او هايبر كونفرجد سيرفر. ده عباره عن ستورج وسيرفر في نفس الوقت، يعني ده الفرونت فيو للسيرفر من قدام، بيركب في الراك عادي خالص تو يو، وفي هارد ديسكات راكبه من قدام شبيهه بالسان تماما. اوكي، وهو في نفس الوقت عباره عن اربع سيرفرات في بعض. يعني هو عباره عن شاسي من ناحيه ستورج، ومن ظهر السيرفر في عندنا فور موديولز، دي موديولز دي سيرفرات. اوكي، زي اللي باين هنا فوق كده اللي مسحوب من الشاسي ده، ده سيرفر. يعني دول فور نودز، فور سيرفرز جوه شاسي واحد. حضرتك بتشتري شاسي واحد زي ده كده جواه اربع سيرفرات. الشاسي ده بيوفر كومبيوت اللي هو من ناحيه السيرفر، وبيوفر ستورج، وبالانتجريشن طبعا ده بيكون عليه في ام وير، بالانتجريشن ما بين البوكس ده الهايبر كونفرج بوكس مع الفي ام وير في سان. فحضرتك بيبقى عندك بوكس واحد ارتفاعه 2 يو، في 2 باور سبلايز ريداندن طبعا لبعض، والسيرفرات دي كلها بيكون عندها سان ستورج او فيرتشوال سان باستخدام الفي سان. ده طبعا توجه جديد، وده مناسب في رأيي، يعني هو مناسب لكل السكيلز طبعا، بس يعني ممكن يكون اوفر للشركات الصغيره، ان انا بدل ما اروح واشتري اربع سيرفرات مثلا او ثلاث سيرفرات، لا انا ممكن اشتري البوكس ده. انا مش بالضروره ان انا لما اشتري البوكس ده اشتري فيه اربعه، هو المينيمم ثلاثه، اقدر اشتري اتليست ثلاثه، علشان الفي سان بتحتاج اتليست ثلاث سيرفرات. اوكي، فبوكس واحد فيه سيرفرات وفيه الاستورج مع بعض، مش محتاج بقى اروح اشتري يعني نرجع كده للورقة، اشتري سان واشتري سيرفرات كتير. طبعا هو كل حاجة ليها مميزاتها وليها عيوبها، بس ككوست افكتيف هو يعني لو بالورقة والقلم حسابيا مش أرخص كتير، مش أرخص كتير من أربع سيرفرات أو ثلاث سيرفرات وسان. يعني بحسبة أنا شخصيا عملتها، ده من رأيي أنا الشخصي، يعني قد يكون الأسعار دلوقتي اختلفت، لكن هو مش أوفر كتير، لكن أوفر كمساحة ومانجابيليتي، وبتاخد بقى السبورت. أنت اشتريت البوكس ده بتاخد السبورت في كل حاجة فيه عليه من فيندور واحد، من عن طريق ديل اي ام سي. يعني هتاخد سبورت على الهاردوير، وهتاخد سبورت على الفي ام وير اللي جواه من خلال سنجل كونتاكت، يعني اللي هي سبورت ديل اي ام سي. طيب اوكي، الفايل سيستمز بقى او الفورمات للستورج او اللي هو الداتا ستور، احنا خدنا فكره كده عن الفي ام اف اس، فاقدر اسبورت الفي ام وير يقدر يتعامل مع الفي ام اف اس طبعا فور شور، اقدر اماونت ان اف اس ديسك، وفي حاجه اسمها في فول من في ام وير. هو الفي فول وكانه بيعمل على لسان
بيعمل على السان ستورج، ده بيحتاج سان ستورج، الفي فول بيحتاج سان ستورج، الفي فول بيحتاج ان السان ستورج تكون في فول اوير. بيعمل ايه يعني الفي فول ده؟ بيعمل لان لكل فيرتشوال ماشين، يعني وكأن الفيرتشوال ماشين في لان لوحدها لان. اوكي، طب ده هيفيدني في ايه؟ هيفيدني في ان انا لو بعمل ستورج سناب شوتس، ولو بعمل باك اب من ناحيه الاستورج، ولو ان انا بعمل ريستور من ناحيه الاستورج، بعمل ريستور للان بالكامل. فلما اعمل ريستور للان بالكامل من ناحيه السان، مش هرجع بقى لان وهي فيها فيرتشوال ماشينز كتير، انا عايز ارجع فيرتشوال ماشين واحده، فهرجع هعمل ريكفري لفيفول لان. في كمان تريننج كورس انا كنت عامله من 3 حلقات على الفيفول، لو تحبوا تشوفوه موجود في الشانل. اوكي، واخر فورمات، فورمات اسمه اون ديسك فورمات، ده الفايل سيستم للفي سان. يعني الفي سان من في ام وير ليها فايل سيستم لوحدها كده اسمه اون ديسك فورمات. طيب احنا الصوره دي كانت من الفيديو، من الكورس، عفوا من الموضوع اللي قبله اللي هو موضوع النتوركينج. لو تفتكروها احنا عملنا كونفيجريشن لكل الترافيك الاساسي، ويبقى لينا ترافيك نعمل كونفيجريشن ل الستورج ترافيك على الفي لان 200. احنا هنستخدم في اللاب هنا، بالنسبه للاب عندي علشان نشرح الشيرد ستورج او اللي هي الريموت ستورج، هنستخدم الايس كازي بروتوكول. لو كان عندي في اللاب اللاي فايبر شانل كنت عملت عليه الكورس. تمام، يلا بينا نروح نفتح الفي سفير ويب كلاينت ونبتدي الكونفيجريشن. طيب لو هنسأل نفسنا كده، يعني ايه شيرد ستورج؟ الشيرد ستورج هو ستورج بيكون مرئي واكسسبل لكل الاي اس اكس اي هوستس اللي مربوطين بيه، وده هيخليني اقدر اعمل الفي موشن والستورج في موشن. وهو في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، يعني الموضوع اللي جاي هنتكلم على الفي موشن، فهو كل المواضيع مبنيه على بعض عندنا هنا في الكورس. اوكي، هنعمل النتورك كونفيجريشن. طبعا المفروض ان حضرتك شفت تريننج ال نتوركينج، فاحنا هنشتغل بسرعه شويه. احنا هنعمل 2 في ام كيرنل ادابترز، 2 في ام كيرنل ادابترز، مش واحد، لا هنعمل 2 2 في ام كيرنل ادابترز. الاثنين دول هنعملهم. اوكي، احنا عندنا كارتين نتورك هيشتغلوا على الاستورج، فعلشان الريدندنسي في، انا طبعا اقدر اشتغل بالنسبه للستورج بكارت واحد، لكن انا هكونفيجر كارتين علشان الريدندنسي. يعني ايه هنا؟ علشان لو كارت كيبل يعني كونكتيفيتي من السيرفر للستورج اتقطعت، يكون عندي ريدندنت كونكتيفيتي، علشان طبعا البرودكشن بتاعي ما يوقعش. فانا هكونفيجر تو نتورك كاردز يشتغلوا على الستورج، وهعمل لكل واحد فيهم، انا بتكلم على الايس كازي هنا بقى، هعمل لكل واحد فيهم فيرتشوال نتورك ادابتر في ام كيرنل ادابتر. نيكست، هنستخدم نفس الفيرتشوال سويتش، مفيش مشكله. نيكست. اوكي، دي انا هسميها مثلا ايس كازي 01 مثلا، في لان 200. خلاص، ايه الاستورج اللي هيمشي هنا؟ مش هختار من هنا اي حاجه. اوكي، نيكست، هندي لها اي بي ادرس. احنا قلنا، اتفقنا قبل كده ان الفي ام كيرنل ادابتر لازم بيكون ليه اي بي ادرس. اوكي، انا في رينج بقى، انا عندي في لان 200، فهنختار 10 200 دوت 10، ده سيرفر 101. ماشي، ممكن نعملها كام؟ نعملها مثلا ده سيرفر 101، فهدي الاي بي مثلا 11 مثلا، يعني انا ادي له الاي بي اللي يعجبني. اهم حاجه الموضوع بالنسبه لي يكون منظم، والكلام ده كله يكون يا جماعه دوكيومنتد، علشان يبقى عندنا خريطه كده عارفين بيها، يعني مرجعيه نقدر نرجع بيها للكونفيجريشن. اوكي، ده اديته الاي بي 11. انت ليه زعلت؟ سبنت ماسك، مالها سبنت ماسك؟ اوكي سوري. نيكست وفينش. هنعمل كارت كمان، في ام كيرنل ادابتر كمان. اوكي، نيكست، نسمي نفس السويتش، نسميه ايس كازي 02، مظبوطه. ايس كازي 02 في لان 200، مش هختار من تحت هنا اي حاجه. نيكست، هندي لها اي بي 10 200 دوت 10 دوت، اديت لها الاول 11، ندي لها 12.
250 زيرو نيكست. تمام اوكي. كل في ام كيرنل ادابتور من دول هيشتغل بكارت نتورك واحد، هو الايس كازي بيشتغل كده، ده اساسيات الايس كازي. اوكي هننزل هنا عند الايس كازي 1. هما اول اتنين وانا مش واخد بالي. اوكي طيب هنظبط طبعا كروت النتورك اللي جواهم. ادت ده رقم واحد، هيشتغل بالكارت السابع تيمينج اند فيل اوفر، اقول له اوفر رايت. كل الكروت دي انا مش محتاجها، ننزلها تحت خالص للانيوزد. اوكي كده كارت واحد بس اللي هو كارت رقم سبعة، والتاني لا مش رقم سبعة، هو السابع فعلا، بس هو هنا اسمه في ام اي في ام نيك 6. ده الاكتف. اوكي اوكي تمام كده بقت على كارت واحد، هو زي ما احنا شايفين اهو. وايس كاسي 2 نشغلها على الكارت الثامن اللي هو في ام نيك 07. اوكي يبقى كارت واحد منهم على رقم ستة اهو، واحد في ام نيك 6 وواحد على في ام نيك 7. طيب المفروض انا اعمل ايه كمان؟ اوكي دلوقتي هنروح بقى نكونفيجر الستورج ادابترز. اوكي علشان احنا خلاص ظبطنا الكونفيجريشن بتاع النتورك، هنعمل كونفيجريشن الستورج. نطلع هنا في تحت كونفيجريشن الاي اس اكس اي، طبعا الكلام ده انا عملته على هوست وانا هكرره على الثلاثه الواحد مع نفسي يعني. ستورج ستورج احنا قلنا ستورج ديفايسز، دي الستورج ديفايسز اللي واصله حاليا في السيرفر. حاليا في عندنا ثلاثه ثري ستورج ديفايسز، دول لوكال كلهم. اوكي خلونا نروح للستورج ادابترز. الستورج ادابترز في حاجه اسمها هاردوير ستورج ادابتر او سوفت وير ستورج ادابتر. في حالتنا احنا دي احنا هنستخدم، هنقول له هنا اد انا عايز اكونفيجر ستورج. تمام طيب هنا هندوس على بلس، هنلاقي في عندنا تحتها اختيارين سوفت وير ايس كازي وسوفت وير فايبر شانل اوفر ايثرنت. طيب المفروض ان دي يعني بتكون ديمد بس ما علينا، احنا عايزين ستورج ايس كازي ادابتر. ايه الستورج ايس كازي ادابتر ده؟ ما هو احنا عندنا نقدر ان احنا نستخدم نفس كارت النتورك العادي خالص اللي احنا لسه عاملين له كونفيجريشن دلوقتي، هو هو نقدر نستخدمه ونمشي فيه كمان ايس كازي ترافيك، لان هو في النهايه الستورج ترافيك هيمشي مع الايثرنت عادي خالص. طيب معظم يعني الغالبيه العظمى من الناس اللي بتستخدم الايس كازي بيستخدموا السوفت وير، يعني انا ما بروحش اشتري الهاردوير ايس كازي الا لو انا الانفايرمنت عندي شغاله مثلا فايبر شانل اوفر ايثرنت، فهمشي الايس كازي مع يعني قصه كده مش عايز اوجع دماغكم بيها قوي دلوقتي عشان تفاصيلها كتير، بس المهم يعني ان احنا بنكونفيجر الستورج ادابتر زي ما انا هعمل كده دلوقتي علشان اكونفيجر الايس كازي ستورج. فهكونفيجر هنا هاد ادوس هنا على بلس، هقول له اد سوفت وير ايس كازي ادابتر. اوكي ونكونفيرم يس اوكي تمام. هو بيعمل ريفرش هنا اهو، ولو تلاحظوا يا شباب اضاف لينا هنا اهو ايس كازي ادابتر. احنا عندنا ايه الادابترز اللي هنا دي؟ قلنا دول البلوك سكازي، ده دي الكروت اللوكال اللوكال في السيرفر نفسها اللي واصل بيها اللوكال ديسكس تمام، اللي هي الريت كنترولرز يعني. طيب الايس كازي سوفت وير ادابتر اهو اخترته، الكارت اونلاين اوكي، ودي ده حاجه دي ده ادرس للكارت او ايدنتيفاير. طيب احنا هنعمل حاجه اسمها بايندنج الاول للنتورك، احنا عملنا كونفيجريشن للنتورك، عملنا في ام كيرنل ادابترز صح؟ طيب هنربط الفي ام كيرنل ادابترز اللي احنا انشاناهم مع